أهلا بكم من جديد. حتى اللحظة مشاهدينا يحاول لبنان والعالم استيعاب ما حصل في مرفأ العاصمة بيروت، وكأن عقارب الساعة تعطلت في تلك اللحظة لتصبح المشاهد من بعدها بطيئة وطويلة، تاركة الجميع في حالة من الصدمة. فاطمة ضياء مثلها مثل معظم الناجين من هذه الكارثة، الفرق الوحيد بينها وبين الآخرين هو طريقة ترجمة مشاعرها، إذ اختارت أن تطلق العنان لريشتها وألوانها، ورسمت بيروت على طريقتها، وصورت كيف عاشت المدينة مراحل الانفجار وكيف تحول ضحاياه إلى ملائكة. فاطمة عرضت لوحتها في المزاد العلني وأعلنت أنها ستتبرع بثمنها للأشخاص الذين فقدوا منازلهم وتأثروا بالانفجار. عرقه خبز وياسمين، فكيف صار طعمها؟ طعم نار ودخان. أطفأت مدينتي قنديلها، أغلقت بابها، أصبحت في المساء وحدها. تنضم لنا من بيروت المهندسة والفنانة فاطمة ضياء. صباح الخير فاطمة، أهلا وسهلا بك، سعيدين بوجودك معنا في برنامج الصباح. يعني فاطمة، كلنا حزينين على اللي حصل في بيروت، أنت ابنة لبنان وابنة هذه المدينة الجميلة، وردة الشرق الأوسط. يعني نبغى نعرف أول حاجة لوحة الملائكة هذه، إيش الحكاية؟ إيش الدافع؟ إيش كيف جات الفكرة؟ نبغى نسمع منك أنت صاحبة هذه اللوحة اللي أخذت صيت وانتشرت، نبغى نسمع منك الموضوع كامل، كيف بدأت وكيف بدأتي أصلاً أنت ترسمي هذه اللوحة في ظل مشاعر صعبة وحزينة جداً؟ صباح الخير أول شيء، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. طبعاً كفنانة مثل أي فنان آخر، منلجأ دايماً للرسم للتعبير عن الأحاسيس اللي بتنتابنا، إن كانت أحاسيس فرح وسعادة أو أحاسيس حزن وكآبة. من هون كانت بالبداية الفكرة من هيدي اللوحة، هي كانت مجرد تعبير عن هيدا الإحساس اللي حسيته وقت هيدي الفاجعة الكبيرة اللي أكيد كل العالم زعلت عليها، مش بس الناس اللي موجودة كانت ببيروت وبلبنان. فاطمة، طب هي يعني اللوحة نحن زي ما شفنا إن ما كانت بس رسمة، لا كان في يعني جانب أيضا تقني فيها، في مثلا يعني أغنية فيها، حركة فيها، رسم قصة، يعني ما هي رسمة واحدة، ممكن تعطينا الفكرة كيف أو تفاصيلها؟ صحيح، أنا دايماً مع أنه الفنان يشتغل على حاله ويطور حاله، دايماً هلأ صرنا بعصر التقنيات المتقدمة، فمش غلط أبداً أنه الفنان يتعلم ويشتغل على حاله من هيدي الناحية لحتى يمكن توصل الفكرة بشكل أوضح، لأنه مثل ما بنعرف كتار يمكن رسمه، بس الرسم الجامدة غير مثل الطريقة اللي أنا عملتها، اللي أنا قصدت أنه تكون عبارة عن فيديو، الموسيقى اللي فيها، العامل المفاجأة اللي بيطلع وقت الانفجار. طبعاً كل هيدا بيعطي قيمة للوحة أكتر، وأنا قصدت هيدا الشيء لأنه صراحة كنت حابة أرسم بيروت، بس كان دايماً ببالي بيروت الحلوة، بيروت اللي كلها حياة، اللي كانت قبل، فكنت حابة وصل هالفكرة، فرجي بيروت قبل كيف كانت وبعدين كيف صارت، كرمال هيك لجأت لهيدا الطريقة. نعم. طيب فاطمة، يعني هو الأجمل من الرسمة هو اللفتة والبادرة اللي أنت يعني أطلقتيها، وأنه أنت خصصتي هذه اللوحة أنها تكون ريعها للمتضررين في حادثة بيروت. أنت كيف أول حاجة ناوية تساعدي المتضررين والمزاد؟ أنت طبعا وضعتيها الآن في المزاد العلني، يا زاد حبي تعرفي مين اللي بيدير هذا المزاد وكم حققت إلى الآن، يعني لو نتكلم عن تفاصيل الموضوع أيضا. اوكي،
طبعاً بالبداية كلنا شفنا الناس كيف نزلت عم بتساعد وكيف نزلت يمكن أول شيء بلشوا بالمكنسة وبالأكل وبالأشياء الأبسط هي الأمور لحتى يساعدوا بعضهم. فمن هون نحن كفنانين هيدي رسالة كمان لكل الناس إنه ما فينا نقول خلينا نحن قاعدين في ناس غيرنا عم بتساعد، كل واحد لازم يساعد بطريقته بأسلوبه. من هون كانت فكرة المزاد، لأنه من بعد ما انتشرت اللوحة مثل ما حكيته على صعيد عالمي فكرت إنه ليش ما بعرضها أنا للبيع بما أنه هي انتشرت، مع أنه هي فعلا عزيزة كتير على قلبي. ودايما الفنان بس يرسم شي نابع هالقد من أحاسيسه بتصير كأنه ولد من أولاده صعب يتخلى عنه. ولكن أنا قررت أنه بيعها ويعود ريعها بالكامل للناس اللي تضررت لحتى تكون نوع من اللفتة والمساهمة، مثل ما كل اللبنانية كل الناس وقفت مع بعضها وعم تعمل. المزاد هو عبارة عن مزاد أونلاين، طبعا مين ما كان بيقدر يشارك فيه من كل العالم، ونحن نتكفل انه نوصل الرسمه. نعم. يعني لمطرح ما كان بالعالم. نعم. واللي بحب يشارك بيقدر يفوت على صفحتي على الانستغرام fdia_art او الفيسبوك fdia.art1. نعم. وفي اللينك موجود للمزاد اكيد بيقدروا يشاركوا، ونتمنى يا ريت بتجيب يعني رقم كتير منيح. يعني صراحة فاطمة اللفتة اللي انت قمت بيها والبادرة هذه هي يعني تكون نابعة من لفتة وطنية إنسانية اجتماعية، كل معاني الحب والسلام بدرت في الموضوع كامل اللي انت بدأت فيه. خليني أسألك، بما انك انت فنانة وعبرتي عن تضامنك وحزنك بفنك أو برسمتك هذه، انت برأيك الفنان كيف ممكن يساعد أو يقوم بدوره أو واجبه تجاه، يعني خلينا نقول هذا الواجب الوطني، ما بقول تجاه الكوارث، تجاه الواجب الوطني؟ طبعاً مثل ما قلت قبل شوي، يعني كل شخص مش بس الفنان، كل شخص بيقدر يساعد بأي شيء ضمن مجال شغله، كل شخص بيعرف كيف هو قادر يساعد ويقدم المساعدة. وأكيد الفنان يمكن بيفرق عن غيره أنه صوته بيوصل يمكن أكتر، يمكن من خلال أغنية، من خلال رسمة مثل ما أنا عملت، من خلال أي عمل بيقدر يؤديه، لأنه الفنان له تأثير بيبقى كبير على الناس وعلى يعني الناس اللي عم بتتابعه، فأكيد لهم دور كتير كبير. نعم. يعني طبعا أنا بدوري باسم كل زملائي فنانة فاطمة أحب أشكرك على أولا وجودك معنا طبعا، وعلى الرسمة والبادرة الفنية اللي أنت قمت بها، وإحنا كمان بنضم صوتنا لصوتك لأي أحد حاب يعني ينضم للمزاد، يدخل على صفحتك وحيكون موجود طبعا اللينك. ونتمنى أيضا أنه بإذن الله بعد ما تعود بيروت بأفضل حلة وترجع زي أول وأحسن، ترسمي رسمة ثانية وعمل فني جميل يعني يبرز جمالها أكثر، ويعني تكون الرسمة يعني تبث السعادة كمان. يعني نشكرك شكر جزيل من بيروت المهندسة والفنانة فاطمة ضياء. شكرا جزيلا.